تتواصل التحية، تتواصل الإثارة أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، لانطلاق شوطنا الخامس عشر خاص بي الجعدان، الإذاع المحليات الأصايل، شعارات مميزة، شعارات أبناء القبائل الباحثة عن لقب ناموس. هذا اليوم الجميل، هذا اليوم المبروك بوجود هذه النوعيات المتميزة والجميلة. نتابع الصدارة والمركز الأول هذا الوسمي لأحمد بن محمد بن سالم بن سعيد السبوسي اللي يتصدر مع الوسمي مع السلالة الهملولية. المركز الثاني، ثاني المراكز، هذا عزام سهيل بن سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي، وعلى ثالث المراكز هذا مخباط سعيد بن سليم بن شويرب العامري، بينما المركز الرابع، رابعا زعفران محمد بن مبارك محمد الرقراق المزروعي. المركز الخامس، خامس المراكز، هذا الرهاوي مطر بن محمد بن دحروي العامري. المركز السادس، سادس المراكز والدخول في هذه اللحظة اللي يتدخل هذا الوسمي سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي. والمركز السابع، السابع اللي يتدخل في هذه اللحظات، هناك شعار مميز مع القالط عتيق بن سيب بن عبيد بن سيب بن كديدة، ما شاء الله يا اليويل، خلك مركز، خلك مركز، يا سلام في هذا التحدي والاندفاع. ثامن المراكز وثامن التحديات، شاهين عامر بن محمد بن عامر بن حميد المنصوري. والمركز التاسع، تاسع المراكز وتاسع التحديات، بشاكل مطر بن سالم العرطي الحميري. وصل ابو محمد، وصل ابو محمد، مرحبا ومسهلا بهذا الشعار الجميل. والمركز العاشر، عاشر التحديات، نبراس خليفه بن سالم بن سعيد بن حلوك، شعار جلفار، شعاره الجلفار المميز دائما بالمشاركات. النداء الاول اللي هنا يتقول حول المراكز العشرة الأولى، بغية الشعارات هناك خلف الكوادر الإعلامية، نتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم التوفيق في كل زمان وفي كل مكان. العودة للصدارة أيها الحفل الكريم، عودتنا إلى المركز الأول، عودتنا إلى صدارة هذا الشوط، والتغييرات اللي بدت هنا على المركز الأول، تغييرات بدت هنا من قبل شعار بن حاذة، شعار رعم طيلة مع عزام، عزم بالسلامات لأهل هناك الفوعة، لأهل الفوعة ميدان غشاب سهيل بن سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي، بدأ يغير الموازين. المركز الثاني، ثاني المراكز، هذا الوسمي لأحمد بن محمد بن سالم بن سعيد السبوسي، وعلى ثالث المراكز مخباط سعيد بن سليم بن شويرب العامري. والمركز الرابع الوسمي سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي. والمركز الخامس مشاكل السلالة الشاهينية مطر بن سالم بن العرط الحميري. أوهو يا بن حلوكه، لا حلول لا مرور هنا عن هذا الشعار المتميز والجميل، نبراس وخليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكه يتدخل من مركز إلى مركز، ينحصر ردانا في هذه اللحظة إلى الخمسة المراكز الأولى، أدى الخماسية الماسية بوجود هذه الشعارات المميزة، نجومية هنا متميزة لكل المشاركين والحاضرين في مسار هذا الشوط. لكن عزام لا زال معزم، لا زال معزم وفي راسه روس. اوه يا ابن حاذة، الله 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 يا ابو نايف، خلك مركز وخلك متابع، متابع وجود 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 عزام سهيل بن سالم بن مطر بن حاذة الاختبي، شعار تاريخ في هذا العالم الساحر، شعار معروف والعالم معروف لا يعرف به. الله 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 الله، المركز الثاني الوسمي، وصلت السلالة الهملولية سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي. والمركز الثالث، دخول 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 من قبل، من قبل شمعدان سالم بن علي بن عبد الله العفاري. والمركز الرابع، نبراس خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة. والمركز الخامس ايضا شاهين عامر بن محمد بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري اللي واصل ومحتل المركز الخامس. النداء الثالث للمراكز الخمسة الاولى، وهناك الصدارة، الصدارة والمركز الأول اللي مروح مروح من البداية، ونيته نيته نية طيبة، نية طيبة والأمور كلها طيبة يا الشاعر. يا بن حاذة هنوك
هناك عزام، ولكن التغييرات بدت في هذه اللحظة من شاهين العفاري. شاهين العفاري غير وشمعدان، نعم سالم بن علي بن عبد الله العفاري بدل الموازين، بدل الأمور، غير في هذه اللحظة. المركز الثاني عزام سهيل بن سالم بن مطر بن حاد الاكتبي، وهناك الوسمي، هناك الوسمي وسلوب السعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي، هنا يغير من مركز إلى مركز. نقل يا مصورنا العزيز إلى المركز الرابع، هذا نبراس يبغى له التركيز ويبغى له متابعة. خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوك في المركز الرابع، والمركز الخامس سعيد بن محمد بن بارك المهيري، واصل المهيري هناك، واصل من مركز إلى مركز أيضا، مقادم من منطقة التراث بن سويحان للمشاركة. هذه مراكزنا الأولى، مراكزنا الأولى. العفاري وين؟ بن مصلح وين؟ شمعدان، شمعدان وانتاج محمية مرغم، مرغم الانتصارات تنتج النوعيات المميزة، ولا هي غريبة على هذا المصنع الأساسي لإنتاج الجينات السريعة. الله 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 يا شمعدان، قدم له شوي يا أخوي يا علي، خلنا نشوف شمعدان ماذا يفعل، ماذا أنت فاعل. العفاري روح هناك للوقن، روح لميدان حمران. أوهو الله 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 يا الاندفاع. المركز الثاني، المركز الثاني الوسمي، الوسمي السعيد بن مصلح بن جمهور لحبابي، لكن شمعدان، شمعدان روح، روح بالميدان، طار الى جو الصدارة، طار الى مصانع العين. سلام يا العين، سلام سلام يا العفاري، سلام. تهانينا من الاعماق، محمل على ظهر السلالة الشاهينية، وين ما يسكن سالم بن علي بن عبد الله العفاري، مشكور يا العفاري. سلام يا الفوع، سلام سلام يا الفوع، سلام على هذا الاداء الجميل اللي قدم شمعدان وفوز في المركز الاول. المركز الثاني وصل الوسمي سعيد بن حمد بن مصرح لحبابي، وثالثا نفراس خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة. هذه مراكزنا الثلاثة الأولى، والتوقيت الزمني أيها الحفل الكريم 7:45، التوقيت يتضاعف شوطا بعد شوط، ما شاء الله وتبارك الله. رغم السرعة، رغم الإثارة، رغم وجود نوعيات مميزة متواصلة بالمشاركة الجميلة والفعالة، وشوطنا 16 المخصص بي الجعدان الإذاع المهجنات الأصائل، والكل يستعد أيها الحفل الكريم لمشاركة هذا الشوط بحثا عن ناموس.